السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم في فيديو جديد في قناة محمود. النهاردة شوف فيديو عن بابجي موبايل، ولسه مكملين في سلسلة السولو سكواد للأبطال، ولسه مكملين في فايت ونازلين مين نشوف الكلام داير علي. ايوه حلو اوي كده، ننزل هنا نعمل ايه بقى؟ نفايت الاسكوادات ونخلص عليهم اول باول، ولو وايه ولو مش لو فاضيين يعني نبقى نطلب جروزة او اي حاجة من دول يعني. طبعا ده مش هيحصل. جاب اول واحد من الباراشوت. ايوه نزل جاب، نزل جاب، مش ده غشيم كمان؟ طب ما تجابش، بس ما تجابش، انا عامل زي بس ما تجابش، ما تجابش ده كمان، ده بيعوم. الله الله، حلو حلو قوي اللي حصل معايا ده. انسى الكور دلوقتي معلش، بس احنا محتاجين ايه؟ اي سلاح نطلع نعرف نفايت فيه مع الناس الوحوش اللي فوق دول. هطلع قلبك جامد ميت حديد، نمسك اسد. ايه ده؟ ما كان في 2 مجاليش. دول يبقوا نزلوا تحت برضو. ماشي خلصان. ماشي خلصان 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 خلصان. هدي بوش. انتوا اتنين يا جدعان اطلعوا. الاتنين كده في خزنة. تعالى يا باشا. ايه ده يا عم؟ ما بعتمدش فيكو حد يا جدعان، انا ما بعتمدش فيكو حد. حلو، في سكوب 4. ريت بقى ايه؟ يا سلام يا سلام على اللود. سلام، ارمي يا ابني سكوب. عايز انا عايز 3، ارمي سكوب 4 من هنا. يلا بقى نطلع ايه، نلقط في الناس الطيبة من غير ما تدمج. متدمجش تشوط طبعا. نفنشه. ماشي حلو يا بود. مفيش حد تاني. والدت خلصانة. انا هنزل ايه، هو الواد اللي فوق ده. ماشي، بس ما هو هو كان قاعد كده ليه؟ هو في حد؟ ماشي ارمي ارمي ارمي. ماشي 48 معايا جروزة. بس قبل ما ده يطلب يا باشا ده هنا. عايز ما حاجة تانية انا؟ عايز خزنة سريعة. يا ريت رسالة طلب ازمات. يا ما ينزلش، ما ينفعش هنا.
مش سهل. هات يا ابني الجروز اصلا. طيب خد معاك، مش مهم مش مهم. حلو اوي، حط لي دي هنا كده، ارمي دي كده يا باشا، مر الجروزة ده كده بس، خلاص خلصت الجيم ده خلص. الله الله، كمان السكن بتاعي. انا متفق مع اللعبة. استنى بقى هايل واجيلكم، انا جايلكم، انا جايلكم، انا جايلكم، قصدي رايحه. تعالى يا ابني، ها يا باشا، يا باشا انتوا فين يا باشا؟ دي وقفت وقفة غبية يا باشا، بتحد يضرب يا باشا، انتوا هناك ولا ايه؟ ما هو مفيش حد هنا، هم ايه هناك، واللي هناك دول عايزين وقفة مخصصة، وقفة خصوصي. كان الفيكتور فين الباقيين؟ ترسه ماشي، خلصنا على الحبة دول. تعمل سيرت هنا ليه اصلا؟ ليه الذكاء ده؟ مش عايز يا ابني سكوبات، عايز طلق. هاتلي طلق حبيب قلبي كده. ها مفيش اول ديد. نركب عربية السكن الرايق اللي بيعمل حرايق، بيؤدي الحرايق. يلا يا باشا، استنى يا عم، انا عايز امسك الجروزة بس. خلصانة خلصانة، مفيش حد تاني. يلا باب مفيهاش جدع. ماشي، كلات كلات بناخدها. هو كل ما الماب دي على 7 على 9، قصدي على 8. طب ده انا هسعى. استنى استنى، ايه ده؟ روح للناس اللي هنا دي. الكلام مفيش حد هنا اصلا بجد، مفيش حد. صانو مش، طب نرجع كده مثلا. ها في حد هنا؟ نضربه حد يعمل اي رياكشن. طيب اهو 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 اهو، رايح له. ثبت العقل وروح له على طول. يخرب بيت ام البطاطس.
خلصانة. ولد التاني ده راح فين؟ قلت برضو جوتي ما في اي مصلحة تانية. ماشي مفيش حد. وديت نتكل مش عايز اروده، ما انا معايا لودي. لازم ابقى على طول في الزون عشان الناس اللي بتستنى في اول الزون دي. بس ايه؟ اه ده عندكم مثال واضح. بس اثبت لي هنا كده. الاتنين يعني اذا ما فيش مكان اصلا. طب ارميلي دول كده كده، ارجع اخدهم كده. استخدم بس كده، انا اصلا مش باقي كتير. يلا باشا يلا يلا نسعى بقى. حلو اوي. انا وزع الكمبيوتر بدي فيديو عايز اشوفه. حرام يا اخي، يعني يطلع لي واحد زي ده.